اختلف المسلمون في رواية وهي رواية الثقلين، هل أنها إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي أو كتاب الله شنو وعترتي؟ إذا تراجعون الحوارات المذهبية تجدون أن مصب البحث على الأسناد، أن رواية عترتي هي ذات السند القوي، هي ذات السند المتواتر، أما تلك الرواية ليس لها ماذا؟ ليس لها سند. مثلا نستطيع بمنهج آخر وهو منهج البرهان العقلي، نقول لو قرأنا الرواية بقراءة كتاب الله وعترتي هل هذه القراءة موافقة للبرهان العقلي أو كتاب الله وسنتي؟ البرهان العقلي يقول لنا كتاب الله وعترتي هي القراءة الصحيحة، وكتاب الله وسنتي ليست قراءة صحيحة، ليست الرواية الصحيحة. لماذا؟ تفتوا جيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله رتب على الثقلين، رتب ماذا؟ استقامة الأمة وعدم الضلال، لن تضلوا بعدي أبدا. نسأل العقل، نسأل البرهان العقلي، هل يكفي في الاستقامة في ضمان استقامة الأمة أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله بنودا تشريعية مبثوثة في الكتاب والسنة، أو أن ضمان الاستقامة يتوقف على عنصرين، على دستور رصين وعلى معلم إلهي جامع لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التجارب البشرية ماذا تقول؟ على طول تاريخ الأمم مع ماذا؟ مع الرسالات الإلهية، هل ضمن الدستور لوحده استقامة الأمة، أو أن التعاليم تبدلت والأحكام تغيرت بفعل الأمة الحاكمة على الدستور وعلى بنود الدستور؟ أيهما؟ العقل يقول ضمانة بقاء الدستور بوجود ماذا؟ بوجود معلم حامل خليفة وصي لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى تستتب الرسالة. إذن هذا البرهان العقلي يقول لنا كتاب الله وعترتي لا كتاب الله شنو وسنتي.